مشاريعنا الحالية نتيجة دراسة معمقة لاستراتيجية في الأمن المائي اللي أصدرتها وزارة الطاقة عام 2018، والتي تغطي احتياج الإمارات حتى عام 2036. لقد روعي في تصميم المحطة أن تكون صديقة للبيئة، حيث أنها من المحطات التي تعتمد على الطاقة النظيفة في إنتاج الغاز. تلبية للاحتياج اليومي من المياه في الإمارات الشمالية ولتغطية الطلب المتزايد على المياه، قامت الاتحاد للماء والكهرباء بإعداد الدراسات المطلوبة لتغطية هذه المتطلبات. سيتم تشغيل المرحلة الأولى من محطة تحلية المياه بأم القيوين، والتي تبلغ طاقتها الإجمالية 150 مليون جالون، بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني 50. كما سيتم ضخ هذه الكميات عبر شبكة ضخمة من خطوط المياه، والتي سوف يتم ضخها من محطة الخريجة من مركز التوزيع الرئيسي في منطقة الخريجة برأس الخيمة. قوم حالياً بالإشراف على عدد من المشاريع، والتي تعتبر بالمشاريع الاستراتيجية نظراً لأهميتها في توفير كميات ضخمة من المياه في الإمارات الشمالية، ابتداءً من إمارة عجمان حتى إمارة الفجيرة، شاملاً المنطقة الوسطى. كذلك تمت مواجهة التحديات بالتخطيط المسبق بالتعاون مع الخبراء والمختصين في هذا المجال، وكذلك بالتنسيق المباشر مع الدوائر الحكومية والمحلية الذين ساهموا بشكل كبير في تسهيل الصعوبات وتذليل العقبات.